الاخرين انه ينسفح المجلس بيد الخير والخيرات والمسرات والخيرات والشفاف وان الله يرحم والدينا ويديكم ومتابعه وانتكم واسمنا اجمعين خصوصا في الوالد وحسين العبود والوالد عائشة والاخ علي وجميع اخواننا واخواتنا وجميع امتنا وامتكم اجمعين وان الله يرفع عنا البلاء والغلاء والمحن والشدائد وكل انواع البلاء عنا جميعا عن بلادنا اندونيسيا عن بلاد المسلمين كافه عامه وان يلي وبين يدنا الخيرات والمسرات والبركات ونيلي ما نتمنى من خير من احوال الدنيا والاخره نتشفع به الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الزبانية.
كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الله. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا ووارثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إنا ربنا حميد مجيد. الحمد لله الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابه واستخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. الحمد لله بجميع محامده الموجبة لمزيده المؤدية لحقه المقدمة عنده المرضية له الشافعة لأمثالها. ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آله بأفضل الصلوات كلها وأن يحفظه ويشرف منازل الجنان ونعيمها وشرف المنزلة فيها يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل يا كريم. اللهم إنك حضرتنا ختم كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآنا عرفت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه وعلم النجاة لا يضل من أما قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بالعروة عزمته. يا كريم يا كريم يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. اللهم فإذ بلغتنا خاتمته وحببت إلينا تلاوته وسهلت على حواشي ألسنتنا حسن إعادته فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يتلوه حق تلاوته ويرعاه حق رعايته ويجد لك باعتقاد التصديق بمحكم بيناته ويفزع إلى الإقرار بتشابه آياته والاعتراف بأنه من عندك لا تعارضنا الشكوك في تصديقه ولا يختلطنا الزيغ عن قصد طريقه يا كريم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمدك وعربتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلد إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة المصباح، ولا يلتمس الهدى من غيره يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. اللهم وكما نصرت وعلى من بالدلاله عليك وانعمت به سبيل من نزعته اليك، فاجعله وسيله لنا الى اشرف منازل الكرامه، وسببا نحن به النجاه في غربه القيامه، وسلما نعرج فيه الى محل السلامه، وذريعه نقدم بها الى نعيم دار المقامه يا كريم. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. اللهم واجعل لنا في ظلم الليالي مؤنسا، ولأقدمنا عن نفلها إلى المعاصي حادثا، ولألسنتنا عن خطيف الباطل من غير ما آفت مخرسا، ولجوارحنا عن اجتراح السيئات زاجرا، ولما طوات الغفلة عنا من قصص اعتباره ناشرا، حتى تواصل إلى قربنا فهم عجائب أمثاله، وزواجر نهي التي صعقت الجبال عن التحماله يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. اللهم واجبر به خلتنا بالغنى من عذب الإملاق، وسق إلينا به رغد العيش وخزف السعد في الأرزاق، وعصمنا به من هفوة الكفر ودواعي النفاق، وجننا به الضرائب المذمومة ومدائن الأخلاق، حتى تطهرنا من كل دنس بطهره، وتكو بنا آثار الذين استصبحوا بنوره، ولم يلهيهم الأمل فيضطجعهم بخدايا غروره يا كريم. وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. يا كريم اللهم وكما أكرمتنا بختم كتابك ونادتنا إلى التعرض بجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيد أليم عذابك، فاجعلنا يا رب يا الله ممن يحسن صحبته بمواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من الكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم دائما، وإلى النجاة بغربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن واحدة يا كريم. يا كريم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. اللهم وسهل به على أنفسنا عند الموت كرب الزياد، وعلى الجنين إذا بلغت الروح الضرر، وتجلى ملك الموت صلى الله على نبينا وعليه وسلم لربها من حجب الغيوب وكيل الأمراض، فداك لها من دعاء بمرارة الموت
مسمومة المذاق ورماها عن قوس المنايا بسهدة دمت إلى الآخرة وصارت الأحمد يوم التلاقي صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم يا مبارك لنا في قبول دار البلاد ترى بعد الدنيا خير منازلنا افتح لنا بالقران العظيم ديك مداخلنا فلا تفتحنا يا مولانا في حاضر القيامه بموبقات الاثام واعف عنا ما ارتكبنا من الحرام وارحم بالقران العظيم في الارض عليك ذل مقامنا فثبت به عند الضراب بجور جهنم يوم المجاز عليها زلة أقدامنا ونجنا به من كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم القامة وبين به وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة يا كريم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم اللهم واطل به صلاح ظاهرنا وحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا واغسل به درن قلوبنا وموبقات جرائرنا وانفي به وحر الشكوك عن سلك سرائرنا واجمع به متنائيا أمورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا واكسنا به حلل الأمان في نشورنا وأطل به في موقف الساعة جدلنا وسرورنا يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم أنا الليل وأطراف النهار حتى تجب لنا به فوائد غفرانك وتحف فوائد إحسانك ومواهب صبحك ومغفرتك ورضوانك يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا طهرنا بكتابك الكريم من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول وامنن علينا بالاستعداد عند نزول المنايا وعافنا من مكروه ما يجعل من محذور البلايا يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم أتراك تقول إلى العناك يا كفا تضرعت إليك واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديك أو تبيد بأنك للجحيم أقداما سعت إليك وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك منا منك عليها يا سيدي لا منا منها عليك بل ليت شعري أتراك تسم بين أطباقها أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الذي أنزلته أو تطمس بالعمى في ظلم مهاويها أبصارا بكت إليك خوفا من العقاب وفزعا من الحساب عمأما وعزتك وجلالك ما أصغت الأسماء حتى
صدقت ولا أسبلت العيون واكف العمرات حتى أشفقت ولا عجت الأقوات إليك بالدعاء حتى خشعت ولا تحركت الألسن ناطقة باستغفارها حتى ندمت على ما كان من زلالها وعذارها فيا من أكرمنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعزمة والتوفيق أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعزمة والتوفيق أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعزمة والتوفيق يا كريم اللهم صل وسلم يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم اللهم وآنس وحشتنا بطاعتك يا مؤنس الفرد الحيران في مهام الاغتفار وتداركنا بعصمتك يا مدرك الغريق في لجج البحار وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد تلك الأهوال والأخطار وصلى الله على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الطيبين الأخيار صلاة يغبطهم بها من حضر الموقف يوم الدين وصل اللهم على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى أتباعه وأشياعه من الموحدين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أبينا آدم وأمنا حواء ومن ولدا من المؤمنين وعلى الصحابة والتابعين وتبع التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم وهب الله لنا وإياكم الأثام وعصمنا وإياكم فيها ما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم برحمتك دار السلام ولا أرنا وإياكم بعد هذا المقام وتلقوا سادتنا وسادتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإلحاف والإجلال والإكرام والإعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله الخيرة البررة الكرام ومصابيح الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة يا إله الكون طرا يا من على شأن يا إله الكون طرا يا من على شأن
وعلي دارنا سرنا لا تهتك الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناء المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما عظاما وإكبارا ووصنا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا عليه وجواب رضوانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك ودرته عليهم مطاعف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها الملجأ في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشرقته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا لنا راعين
به السواد المصلحين والرواد الناصحين اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرونا به في حق خدمتنا واعفو عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم محبتنا وتحمل عنهم ظلمات التي ارتكبوها فيما اشتروا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجر إلى اللطف لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من الكربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلهقهم منا بذلك عقوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوهم ولا تحملهم من أوزارنا ما يلوم ولا تغزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات وناتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تقبهم منا على موقف افتضاح بما نشتره من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلها وما تصدقنا من صدقة فنميتها وما عملنا من أعمال الصالحات فرضيتها فنسألك اللهم أن تجعلها اللهم منها أكبر من حدودنا وقسمهم منها أجزاء من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك وصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم وأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد واسمعهم منا أطيب البيداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغباط الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين يا إلهي يا توها بوجا بوجي حنيا لا وقد أسس لنا سلفنا يعني آل أبي علوي الأمور فلا تقضي إلا بهم إمام عبد الله بن علوي الحجاج رضي الله عنه telah berkata kebiasaan para salaf itu lebih baik dari kebiasaan kita bahkan dari perilaku kita sungguh para salaf kita yakni keluarga Ba'alawi telah membangun pondasi segala urusan untuk kita maka hendaknya kita mengikuti mereka qala sayyidina al-imam ahmad bin hasan al-attas radhiyallahu anhu al-khair fi ittiba' salaf as-salih
والتزام ما حثوا عليه من عادات وعبادة وكتاب وخلق وفعل وترك، وهو مشروع في كتبهم الموضوعة بنية العمل من فقه وغيره. ومن اتبع السلف ما يغلط ولا يدعى. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu telah berkata, kebaikan itu ada pada mengikuti salaf yang saleh dan mematuhi anjuran mereka dari hal kebiasaan, ibadah, kitab, budi pekerti, melakukan dan meninggalkan sesuatu yang itu telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih mereka dan kitab lain-lainnya yang disusun atau dikarang dengan niat untuk diamalkan. Dan barang siapa yang mengikuti salaf, maka tidak akan salah dan susah payah. وقال رضي الله عنه: الشان كل شان في تكييد أعمال سلف وحفظ ما له من الأخلاق المحمودة والأعمال الصالحة ليقتدي بهم من بعدهم، لا جمع الكرامات ونحوها. وأحوال سلف كلها نور العادة والعبادة، لأنها تصدر عن نيات صالحة ومقاصد حسنة. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu telah berkata, pangkat atau kedudukan yang sempurna itu ada pada mencatat amal-amalnya salaf dan menjaga akhlak mereka yang terpuji serta amalnya yang soleh, supaya dapat diikuti oleh orang sesudah mereka, bukan mengumpulkan keramat-keramat mereka dan semacamnya. Keadaan para salaf itu semuanya adalah cahaya, baik adat atau kebiasaan dan ibadah, karena bersumber dari niat yang baik dan tujuan yang benar. وقال رضي الله عنه: لنا ثلاثة ميازين، ميزان للعلم المطلق، وميزان للعلم المقيد، وميزان للعمل. فالعلم المطلق نجعله في صدورنا، والعلم المقيد نتقيد به، وهو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. وفي العمل نختار ما ذهب إليه سلف العلويون نفع الله بهم. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu ta'ala telah berkata, kami memiliki tiga timbangan, yaitu timbangan untuk ilmu yang mutlak, yaitu ilmu yang tak terbatas, dan timbangan untuk ilmu yang muqayyad, ilmu yang terikat, serta timbangan untuk amal. Adapun ilmu yang mutlak kami letakkan di dalam dada kami, sedang ilmu yang muqayyad kami ikat dengan madhhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan dalam amal kami memilih apa yang ditempuh oleh Syekh Sa'lawi, semoga Allah memberi kita manfaat sebab mereka. وقال رضي الله عنه: بالمتابعة للسلف عن قريب يرتقي الشخص إلى مقام الكمال من الرجال، لأن سيرهم على بساط المتابعة له صلى الله عليه وسلم، ولم تكن لهم نية في حركاتهم وسكناتهم إلا المتابعة له صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه أو ما في هذا معناه. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu telah berkata, dengan mengikuti salaf, seseorang dalam waktu singkat akan dapat naik menuju maqam atau kedudukan para wali yang meraih kesempurnaan, karena tingkah laku mereka dalam hamparan kesempurnaan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada niat dalam gerak dan diam mereka kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبماك حل قلبي من هبوب واشتغال من هبوب واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه اغثني قبل أن يا نصيباري قبل أن يا
نصطباري يا سريعا غوثي غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري وخضوعي وانكساري ولحسن ظني لازم وهو خلي وحالفي وأنيسي وجالسي طول ليلي ونهاري طول ليلي ونهاري حاجة في نفسي يا رب فاقضيها يا خير قاضي وارح سري وقلبي من نظاها وشوالي من نظاها وشوالي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد بابتكاري شاهد لي افتكاري ومن كلام سيد الإمام شيخ الإسلام الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري نفعنا الله به وبعلوم علومكم الدارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال من داوم على ذكر الأولياء ودعاء لهم أطال الله تعالى عمره لأنهم يتوجهون له في طول العمر لأنه إن مات انقطع عنهم دعاؤه سيدي الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري berkata barang siapa yang selalu menyebut atau mengingat para wali dan mendoakan mereka maka Allah taala akan memanjangkan umurnya karena mereka bersungguh-sungguh mendoakan orang tersebut untuk diberi panjang umur dan karena jika ia telah mati maka terputuslah doanya untuk mereka. وقال رضي الله عنه إن رجلا رأى بعض الموتى في المنام وهو متأثر ثم رآه ليلة أخرى فإذا هو مسرور فسأله عن حاله فقال إن رجلا مر بمقبرتنا البارحة وأهدى لنا ثواب قل هو الله أحد فوصلني منه رأس الواو انتهى. Sayyidi Al-Halib Abdullah bin Umar Al-Syatiri berkata, sesungguhnya seorang laki-laki telah melihat dalam mimpi sebagian dari orang-orang mati yang sedang bersedih. Kemudian di malam yang lain, dia melihatnya ternyata dia lagi gembira. Lalu laki-laki itu bertanya kepada si mayit tentang keadaannya. Lantas ia menjawab, tadi malam ada laki-laki yang melewati kuburan kami dan menghadiahkan pahala bacaan Qul Huwallahu Ahad atau Suratul Ikhlas untuk kami. Maka sampailah kepadaku kepala huruf wawu dari pahala tersebut. وقال رضي الله عنه يا خير الكلام كلام السلف
تحيا به الأرواح والقلوب والقوالب والظواهر والبواطن، وتعمر به المنازل والديار، وفيه البركة وفي من تعلق به. ولا بد من العلم، ولا شيء مثل العلم مع العمل والأشياء إلا الأرزاق من له شيء حصله. انتبهوا من العلم، احذروا المعاصي كلها خصوصا الظلمة أو ما في هذا المعنى. Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i berkata, sebaik-baiknya kalam adalah kalamnya salaf, karena dengannya hiduplah jiwa, hati dan jasad, serta zahir dan batin. Rumah-rumah dan gedung akan menjadi makmur, di dalamnya terdapat kebaikan dan apa-apa yang berhubungan dengannya, dan mesti harus melalui ilmu. Dan tidak ada sesuatu yang melebihi ilmu yang disertai dengan amal. Adapun segala sesuatu itu telah ada ketentuannya. Barang siapa yang diberi nasib sesuatu tersebut, maka ia akan menghasilkannya. Perhatikanlah oleh kalian daripada ilmu, hindarilah maksiat-maksiat seluruhnya, terutama kezaliman. وقال رضي الله عنه: وسعوا مطالبكم وكبروا الهمة، وشو هذه المجالس فيها الخير والبركة، ربنا ينظر إلينا وإليكم ويبدل الحال بأحسنه. ومن بغى الله والنبي والسلف الصالح يفرحون منه، فعليه بالعلم وتعظيم أهل العلم وطلب العلم والمعاونة والمساعدة لطلبه حسب استطاعته. ومن معه شيء من العلم يجب عليه نشره، ما هو يسكت. كما واحد يشوف غريق مشرف على الهلاك ما يفوت، قام وأحرم بركعتين، إيه بغينا بركوعك، قم أنقذ الغريق. أو كما قال رضي الله عنه. سيدي الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري berkata, perluaslah permohonanmu, agungkan cita-citamu dan semangatmu. Lihatlah ini majlis yang di dalamnya terdapat kebaikan dan keberkahan. Semoga Tuhan kami memandang kepada kami dan kepada kalian, serta merubah keadaan dengan yang terbaik. Barang siapa yang menginginkan Allah dan Nabi serta para salaf yang soleh itu senang kepadanya, maka hendaknya ia menuntut ilmu dan mengagungkan ahli ilmu serta penuntut ilmu, dan membantu serta menolong untuk mencari ilmu semampunya. Barang siapa memiliki ilmu, maka wajib menyebarkannya, tidak boleh berdiam diri. Seperti seorang yang melihat orang tenggelam yang hampir mati, lalu dia berdiri dan sembahyang dua rakaat. Apa yang kami inginkan dari rukukmu? Bangkitlah kamu, selamatkanlah orang yang tenggelam itu. Alaika bitaqwallahi fi sirri wal alam, wa qalbaka nadhifhu min ar-rijsi wad-daram, wa khalib hawa an-nafs allati laysa qasduha siwa al-jam' lid دار التي حشوها المحن، واصحب ذوي المعروف والعلم والهدى، وجانب ولا تصحب هديتا من من ابتدى، وإن ترضى بال مقسوم عشت مناعما، وإن لم تكن ترضى به عشت في حزن، وصلي بقلب حاضر غير غافل، ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفان. وما هذه الدنيا بدار إقامة، وما هي إلا كالطريق إلى الوطن، وما الدار إلا جنة لمن اتقى.
ونار لمن لم يتق الله فاسمعان. فيا ربي عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واصمنا من الزيغ والفتان، ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق وسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه، أما بعد. حضرة المحترمين yang saya hormati dan saya muliakan, para habaib sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan keberadaan mereka memudahkan untuk mendatangkan kerohanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alim ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur, selamat sehat walafiat kepada mereka semua. Amin. Allahumma amin. Wa akhussu bidzikri khususnya kepada keluarga besar sahibul haul daripada almarhum al-habib Muhammad bin Hussein Ba'bud, al-habib Ali bin Muhammad Ba'bud, yaitu al-habib Abdurrahman bin Muhammad Ba'bud, al-habib Ibrahim bin Muhammad Ba'bud, الحبيب علي علي الدروس، الحبيب عبد الله مولى الدويلة، الحبيب صالح مولى الدويلة، وسرته سلوره فرا حبائب من فرا أساته yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka semua. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka kesehatan sehingga bisa membimbing kita ke jalan yang diridhai Allah. Amin. Allahumma amin. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para santri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang mengemban dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan berkah mereka semua, malaikat yang selalu menepakkan sayap untuk mereka semua, memudahkan datangnya rahmat Allah kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, suatu saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun ya Rasulullah, manusia yang mana ya Rasulullah yang dikatakan baik ya Rasulullah, siapa itu orang yang baik itu ya Rasulullah. Fa'ajabahu sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dijawab oleh Nabi dua. Kata Nabi yang pertama, man qala umruhu, orang yang panjang umurnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang panjang umurnya, kata Nabi. Maka Nabi selalu mengajarkan kepada keluarganya untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaihi. Nabi selalu mengajarkan kita untuk meminta sehat wal afiat, panjang umur di dalam amal perbuatan yang baik dan rezeki yang luas. Kenapa? Karena umur umatnya Rasulullah baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih ini bonus. Kalau kurang diskon. Ini umurnya ma baina 60 wa 70.
maka ketika mau mencapai umur-umur itu pun terasa sulit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada satu al-imam Abi Suja rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau memiliki umur lebih daripada 100 tahun, umurnya 100 lebih, tapi badannya dalam keadaan sehat wal afiah, badannya dalam keadaan yang terbaik. Kemudian ditanya, ya imam, apa rahasia engkau mendapatkan panjang umur seperti ini? Kemudian badan kau dalam keadaan sehat wal afiah, tangannya masih baik, kakinya masih baik, semuanya masih baik. Maka beliau mengatakan, sejak kecil rahasia saya, mulai aku kecil aku selalu menjaga anggota tubuhku dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekarang sampai umur segini aku mendapatkan daripada kehidupan yang berbahagia, diberikan kesehatan oleh Allah dan panjang umur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka umurnya umat Rasulullah SAW ma baina 60 wa 70, ini umur-umur yang pendek. Tapi mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Amin. Dan kita lihat Al-Habib Muhammad bin Husin Ba'abud, beliau menggunakan umur tadi diceritakan bagaimana kalau seseorang punya ilmu itu selamatkan ilmu, jangan diam, datangi mereka, tarik mereka. Seperti kalau kita mendapati kalgharik, orang yang akan tenggelam, jangan ada orang tenggelam terus kita sholat, sholat tapi orang tenggelam biarkan, tapi tarik orang yang tenggelam tadi, tolong mereka. Dan ini adalah orang-orang para alim ulama. Dan beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'bud adalah termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau diberkahi oleh Allah, ilmunya diberkahi oleh Allah, pondoknya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapa ini dikatakan ini pondok? Manba'un lis solihin, manba'un lil awliya. Ini sumber keluarnya orang-orang soleh dari tempat ini, sumber daripada keluarnya orang-orang yang baik dari tempat ini. Keberkahan yang mendapat berkah daripada doa para guru-gurunya Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'bud. Karena beliau ini kalau perhatian sama santri-santrinya, saya menyaksikan sendiri bagaimana beliau ketika di masa hidupnya, masya Allah, sangat perhatian kalau ada taklim. Salah satunya kalau beliau taklim, beliau sangat disiplin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, waktu itu kita, ya, kita yang hadir di sini merasa diperhatikan walaupun lewat saja, dipanggil oleh beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'bud, dipanggil masih anak-anak, dipanggil, diperhatikan. Dan ini beliau lakukan kepada murid-muridnya. Ajaran siapa? Ini ajaran daripada guru-guru mereka, daripada guru beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'bud. Salah satunya ada karomah beliau. Di antara karomahnya ada satu orang yang dia mau berangkat pesantren di Rubat Madinah Al-Munawwar. Ini sudah mau berangkat. Mau berangkat, dapat izin tanggal sekian berangkat ke sana. Subhanallah, keluarganya sudah persiapan perpisahan, berangkat sampai Jakarta. Di Jakarta sudah dikatakan berangkat tanggal sekian, ternyata balik lagi. Sampai rumah balik ke Malang, dipanggil lagi untuk kedua kalinya. Dipanggil kedua kalinya setelah beberapa bulan. Berangkat lagi, keluarganya sudah mulai biasa. Kata keluarganya, paling nanti balik lagi. Subhanallah. Berangkat, karena waktu itu mau ke sana sangat sulit. Yang 5 tahun antri, itu belum berangkat. Yang ini belum berangkat. Sampai kedua kali, ternyata apa? Balik seperti yang dikatakan tadi. Balik ke Malang. Subhanallah, setelah beberapa waktu dipanggil lagi. Panggilan yang ketiga, kata keluarganya, sudah kamu berangkat sendiri, paling lihat di Jakarta. Kalau enggak nanti paling balik lagi. Ketika berangkat di Jakarta, tempatnya subhanallah, malam harinya bermimpi berjumpa Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'bud. Kemudian tangannya mendoakan, dan persisnya kejadian itu dikatakan di dalam pondok pesantren ini.
tangannya berdoa, kemudian setelah bangun dari tidurnya, subhanallah, besoknya benar-benar berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Berkah doa daripada beliau, Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abu. Ini di antara keberkahan-keberkahan beliau. Dan di antara keberkahan pondok pesantren ini, ada satu santri yang pernah masuk belajar di sini. Masya Allah, belum lama, tidak terlalu lama, kemudian orang Jember kemudian melanjutkan perjalanan mondok di mana, di Rubat, di luar negeri. Subhanallah, dalhin barakah dari pondok pesantren Darul Nurain menjadi gurunya orang-orang yang ada di Arab, menjadi seorang fuqaha, orang ahli fikih. Barakah semuanya. Keberkahan apa? Berkah ilmu yang didapatkan, salah satunya ketika pondok pesantren di pondok Darul Nasyain. Ini adalah barakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hadir di sini, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat berkah daripada Habib Muhammad bin Husain Ba'bud. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, yang pertama mantola umruhu, yang paling panjang umurnya, kata Rasulullah. Yang kedua, kata Nabi, orang yang baik, wahasuna amalu, adalah orang yang paling baik perbuatannya, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling baik perbuatannya, mereka lah orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW orang yang baik. Kita lihat bagaimana tadi dibacakan daripada kalam-kalam salaf, kalam-kalam daripada mereka orang-orang soleh, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, para awliya wassalihin Al-Habib Abdullah Husain Asy-Syatsiri, bagaimana keberkahan yang mereka miliki, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu karena mereka selalu mengikuti daripada salaf mereka. Kita mohon di tempat ini yang hadir, jangan lupa daripada niat solihah. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ketika beliau belajar di Darul Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, pesannya cuma dua. Ketika keluar pesannya dua, ya Ali, jangan lupa. Apa itu? Yang pertama, jangan lupa niat. Anwi niatan salihah fi kulli af'alik. Jangan lupa niat yang baik di setiap perbuatanmu, di setiap apa yang kau lakukan. Jangan sampai lupa niat. Maka kita hadir di peringatan haul orang besar, peringatan haul seorang wali Allah. Jangan sampai kita lupa niat solihah. Niat, ya Allah, saya mau datang, ya Allah. Mudah-mudahan dapat keberkahan dari mereka. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, balik dari sini mendapatkan nur dan asrar daripada mereka, sehingga kehidupan dunia akhirat kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang kedua, kata Habib Abu Bakar, jagalah sirmu, rahasiamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan beliau. Maka kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di hari-hari ini, di bulan-bulan ini, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain dan tidak bukan kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon, mudah-mudahan berkah para aulia wassolihin, Allah angkat segala musibah yang turun ini, diangkat, diganti dengan rahmat Allah. Karena sekarang ini tempat turunnya rahmat. Kenapa? Di tempat kuburan wali, peringatan haul wali, di sana doa diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di tempat tersebut adalah tempat turunnya rahmat. Bagaimana tidak, indah zikri salihin, ketika disebut tentang orang-orang saleh, orang-orang yang baik, maka tatanazzalur rahmat, di sanalah diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Mudah-mudahan barakah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على ذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم الله صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم الله اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين
الفاتح إلى حضر سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل والصحابة أجمعين، ثم إلى أرواح أزواج سيدنا رسول الله أجمعين، وخصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى، ثم إلى روح سيدتنا عائشة الرضا، ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء، ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء، ثم إلى روح الإمامين الشريفين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وجميع ذرياتهما أجمعين، وخصوصا إلى روح المهاجر الله أحمد بن عيسى حسين الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وعم الفقيه وجميع سلالته أجمعين، ثم إلى روح قطب الملا سلطان الأولياء أبي عبد الله بن أبو بكر العيدروس الأكبر وجميع سلالته أجمعين، وخاصة إلى روح فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه الحبيب عقيل بن سالم وجميع ذرياتهما أجمعين، ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله باراس جميع سلالته أجمعين، ثم إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد جميع تلامذته وسلالته أجمعين، ثم إلى روح صاحب المولد الإمام الولي والقطب الملي الحبيب علي بن محمد بن حسين العبشي والحبيب أحمد بن زين العبشي وجميع ذرياتهما أجمعين، ثم إلى روح سلطان الأولياء قطب الرباني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وخصوصا إلى روح قطب الأكوان سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان، ثم إلى روح العارف بالله عالم العلامة الشيخ محمد أرشد البنجري وجميع سلالته ومن انتسب إليه أجمعين، ثم إلى روح شيخنا ومربي روحنا شيخ محمد زيني بن عبد الغني وجميع تلامذته أجمعين، ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين والأولياء الصالحين وأنت أعلم بأسمائهم يا رب العالمين، وخصوصا إلى روح من اجتمعنا ها هنا بسببه سيد الوالد وذخرنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا ومرب روحنا وأجسادنا سيد الوالد الحبيب محمد بن حسين بن علي بعبود وأصوله وفروعه أجمعين، وخصوصا إلى روح الوالدة عائشة بنت حسين أحمد الفقي وجميع إخواني وأخواتي وقرائني جميعا وجميع أمواتنا وأمواتك وأموات أهل البلدة وأموات المسلمين أجمعين وأموات الحاضرين أجمعين، الله تغشاهم برحمة المغفرة ويسكن الجنة برحمته نتشفع به إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأسرار سيد الفاتحة. Mari bersama-sama membaca Dzikrul Jalalah, mohon untuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La المذكور بكل لسان
لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا الأمانة 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 من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين Kita akan bicara secara lain.